ما على ما يبدو أن وزير الدفاع السابق أصبح مسموح أن نقول عنه وزير الدفاع السابق إيفيت ليبرمان خرج صفر اليدين، عاد بخفي حنين، أراد أن يفرض انتخابات ودعا إلى انتخابات سريعة، وعلى ما يبدو من نسق معهم ذلك خانوا التنسيق. يعني إذا ذهب إلى موضوع الانتخابات وهو يدرك أنه لوحده لا يستطيع أن يفرض انتخابات، لأنه تبقى للحكومة 61 مقعد أغلبية في الكنيسة، وإذا وبما أنه على ما يبدو لم ينسق مع أحد موضوع استقالته أو لم ينسق بشكل مضمون أن يقوم كحلون بالاستمرار، لأنه هو كان متأكد أن وزير المالية كحلون لا يريد الذهاب لانتخابات، ومن هذا المنطلق ذهب إلى ما قام به، ولكن النتيجة أصعب بكثير. نعم سيد الآن يملك نتنياهو الفرصة لنشره كغسيل لينشف على الجدار حتى يتنساه الناس ويترك الساحة لنفسه ولغيره، ومن استفاق لذلك كان نفتالي بنت. نعم يعني سيد شكيب، نحن الآن في عام الانتخابات، ولربما يعني مسألة تقديم الانتخابات قد تكون مجرد مسألة وقت، لذلك هل من المتوقع أن نشهد محاولات أخرى من وزراء آخرين لإسقاط الحكومة؟ يعني وإن حصل ذلك فعلى أي أرضية؟ أول شيء كل حكومة تقوم على أغلبية ضئيلة، عددها صوت واحد فقط 61 مقابل 59، هاي الحكومة يعني إنك أنت تقوم بالحفاظ على بنية ائتلاف حكومي بهذا الشكل هذا أمر صعب جدا، وكافر وكل التجارب السابقة التي كانت يعني كل عضو كنيسة خاصة بهذه الفترة عشية الذهاب إلى انتخابات تمهيدية في داخل الأحزاب وإعادة انتخاب أعضاء الكنيسة للفترة القادمة، في كل الحالات إحنا في سنة انتخابات، لذلك أنا لا أعول على إمكانية الحفاظ على الائتلاف، كل واحد ممكن يضعضع هذا الائتلاف، ولذلك الحديث الذي يقوله نتنياهو بكل ثقة وكأننا ذاهبون إلى سنة حكم إضافية ليس دقيق. نتنياهو يعلم أنه يريد أن يجفف إيفيت ليبرمان، أراد أن يفعل ذلك أيضا لنفتالي بنت، لكن نفتالي بنت وأيلت شكيد واذكري هذه المقولة استفاقا عند الصباح وأدركا المخطط الذي يخططه له نتنياهو. الخبير في الشؤون الإسرائيلية السياسية السيد شكيب شنان، شكرا.